مضاف أماكن إقامة مؤقتة. ونأمل أن ننجز هذه التقارير المتعلقة بالمباني المتضررة بأسرع وقت. فيما يتعلق بالطاقة والمواصلات لا يوجد هناك إشكالية، وهناك طبعا التدفئة تحدثنا عنها قبل قليل عن توزيع المدفأات الكهربائية، و يتم أيضا توزيع الحطب للأشخاص الذين يدخلون أو دخلوا إلى بيوتهم، ولنوفر لهم أيضا الدعم. طبعا المحروقات مهم جدا والوقود، ونحن وفقا للإحصائيات عندنا أن طبعا نسبة المحروقات التي يتم استخدامها 6.6 مليون لتر، ونحن الآن هناك احتياطي 46 مليون لتر، ولا يوجد لدينا إشكالية في هذه المنطقة أو منطقة المنكوبة للوقود والمحروقات. إذا لديكم أي سؤال ممكن أن توجهوه مرة أخرى. أشكر جميع الذين يساهمون في عمليات الإنقاذ، وطبعا اليوم رئيس الجمهورية يواصل العمل وإزالة بعض المناطق المنكوبة، و أيضا تابع عمليات الإنقاذ عن قرب، ونحن كمؤسسات أفاد ومؤسسات مجتمع مدني مع المواطنين ومع المنكوبين، وسنواصل على هذا النحو. شكرا جزيلا.